أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صلى الأقلام، نرسل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العالم. نشر في موقع المدى وساطات أمريكية وإيرانية وأوروبية لحسم الخلافات بشأن الموازنة. في الزمان نقرأ: مسؤولة كردية: سنضطر لإيقاف خدماتنا إذا استمر الحظر على مطار أربيل. ونتصفح في الحياة: داعش يهاجم مقرا لجبهة التركمانية ونقطة تفتيش للحشد في كركوك. موقع الخليج أونلاين نشر تحت عنوان: النظام ينتهك الهدنة في الغوطة وتحقيق دولي باستخدامه الكيميائي. نشر في العربي الجديد: تركيا تبعد الوحدات الكردية عن حدودها والاقتتال يستعر بريف إدلب. البيان الإماراتي نشر تحت عنوان: إغلاق كنيسة القيامة يجبر إسرائيل على تعليق الضرائب. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في القدس العربي: ترامب يعلن عزمه الترشح لولاية ثانية في 2020 ويعين مديرا لحملته. أهلا بكم. نسي العالم مدينة اسمها الموصل، ولم يعد أحد يذكرها بعد الآن. لقد كانت مادة إعلامية دسيمة على مدى 3 أعوام، وباتت اليوم مجرد أنقاض لا تثير أي فضول. قد تثير الشفقة، لكن حتى الشفقة وحدها لا تثير الإعلام. مثنى عبد الله يقول في صحيفة القدس العربي إن بعض القنوات الفضائية ومن باب النفاق وتزوير الحقائق أطلت لتنقل صورة مصطنعة تقول فيها إن الموصل تحتفل بعيد الحر، وإن الأطفال يلهون في مدينة ألعاب كان كل ما فيها مدمر، لكن لا أحد يكشف حقيقة كيف أصبحت حدائق البيوت وأرصفة الشوارع مقابر تحوي الآلاف من الجثث. حتى السلطات العراقية والتحالف الدولي اللذان أعلنا النصر على تنظيم الدولة ما زالا حتى اليوم لم يقدما جهدا ولو بسيطا في كشف كل فصول الكارثة الإنسانية في هذه المدينة. فالنصر رصيد يتغنون به، لكن المأساة ما زال يعانيها كل من يعيش في هذه البقعة الجغرافية. يعبر مواطن من أهالي المدينة عن المأساة أبلغ تعبير، وهو يقف على أطلال بيته الذي لم يبقى منه سوى الأرض، ويقول: لقد انتصرت الحكومة والتحالف الدولي على تنظيم الدولة وصنعا مجدا لهما يتغنيان به، لكن تنظيم الدولة والسلطات العراقية والتحالف الدولي جميعهم انتصروا على الموصل وأهلها حتى أنها غادرتهم وتركتهم في العراء. لقد تجنبت الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين قاتلوا في الموصل الإعلان عن إجمالي عدد القتلى المدنيين كي لا تتشوه صورة النصر وتنثلم هيبتهم وجبروتهم، ولكي يسوقوا أكاذيبهم في الحرب النظيفة كما يزعمون. إن كل من يزور المدينة يستطيع أن يشم رائحة الموت في كل طرقاتها، فهو يتجول في أحيائها ويقيم في بيوتها، وما زالت الدهشة من كل ما حصل مرسومة على وجوه الناس فيها. كاتب يتساءل: أي ثمن هذا الذي دفعه أهالي الموصل وهم ليسوا طرفا فيما حصل؟ وأي كلفة هذه؟ أي كلفة باهظة تواجههم وما زالت حتى اليوم غير معروفة لديهم؟ يقينا أن أهالي الموصل لم يعرفوا أبدا طعم النصر الذي أعلنته الحكومة والتحالف الدولي، ولن تداوي جراحهم تلك الأهازيج التي عرضتها القنوات الفضائية. إن كل واحد منهم باتت لديه كارثة شخصية، وهم يبحثون اليوم عن المساءلة والعدالة لما تعرضوا لها. فهم لم يكونوا أبدا طرفا في كل الذي حصل، لكنهم هم من دفعوا الثمن الفادح.
قال صحيفة ناشونال انترست الأمريكية إن على العراقيين أن يدركوا جيدا أن الغرب ولا سيما الولايات المتحدة قد تعبوا من إرسال الأموال للعراق على مدى 15 سنة الماضية، سواء لإعادة الإعمار أو كمساعدات عسكرية وأمنية. وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتب دانيال ديبيتريس أن العراقيين بحاجة ماسة لأن يفهموا أن المجتمع الدولي ينظر إلى العراق على أنه منطقة حرب، فالبلد ليس بيئة ملائمة للاستثمار تماما في ظل وجود تيارات سياسية لا يمكن التنبؤ بها وعدم وجود بيروقراطية موثوقة وخالية من الفساد، وأيضا بسبب الوضع الأمني. الكاتب يعزو إحجام أمريكا عن تقديم الدعم المالي للعراق لكون الفساد داخل النظام السياسي منتشرا، كما أن النزعة الانتهازية والطائفية لا تزال تسيطر. وبينما يبذل رئيس الوزراء حيدر العبادي قصارى جهده للقضاء على الطائفية، فإن المشكلة واسعة الانتشار وعميقة إلى درجة أنها لا يمكن أن تحل من قبل رجل واحد وإدارة واحدة على حد تعبيره. وأشار الكاتب إلى أن الحكومة العراقية تشعر بالإحباط لأن المزيد من البلدان لا ترغب في التعجيل والمساعدة بإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. وتابع أن العراق يحتاج إلى 88 مليار دولار لإعادة ما دمر خلال الحرب ضد تنظيم داعش في الموصل والأنبار وغيرها من المدن، إلا أن مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت لم يسفر إلا عن 30 مليار دولار. وهذا الأمر أصاب العراقيين بخيبة أمل في وقت ما زال فيه أكثر من نحو 2,300,000 عراقي مشردين داخلياً أو عالقين في مخيمات النزوح في كردستان العراق أو في الصحراء القاسية في ظل ظروف مزرية. واختتم الكاتب بالقول إن على إدارة ترامب أن تحافظ على العلاقة الاستخباراتية الواسعة التي بنتها واشنطن وبغداد خلال أكثر من عقد ونصف من الدم والعرق والدموع، غير أن أمريكا لا يمكنها أن تنفق أموالها أو تضع جنودها كوصيل دائم. وإذا كان لدى العراق أي فرصة لحل الصراعات التي تبدو غير قابلة للحل على المدى الطويل، فإن العراقيين بحاجة إلى القيام بهذه المهمة بأنفسهم. ظلت القوة علامة من علامات بناء الإمبراطوريات، ولم يحكى عن أمة استعادت إمبراطوريتها بالأمنيات بعد أن تلاشت، فذلك اعتداء على منطق التاريخ الإنساني. لكن المسؤولين الإيرانيين وبسبب نفوذهم في العراق وسوريا ولبنان يتبجحون بأنهم بصدد إقامة إمبراطوريتهم الجديدة، وهذا ما أعلنه قبل أيام عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية رحيم بور أزغلي بقوله أن الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة. ماجد أسامة الرأي يرى في صحيفة العرب المدنية أن الإمبراطورية التي يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن إقامتها هي إمبراطورية من ورق. لم يكن ذلك هو التصريح الأول من مسؤول إيراني مستندا على فرضية سيطرة إيران على 4 دول في المنطقة وتبعيتها لنظام ولاية الفقيه. ذات المسؤول اعترف بأن هدف تدخلات بلاده في البلدان الصديقة لأمريكا من أجل إسقاط الحكم فيها. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي فقال إن إيران ستقاتل الأمريكان بشباب العراق وأمواله في خدمة مشروع الإمام الخميني، والانتخابات القائمة ستجعل القرار السياسي بيد الحشد ومن يتحالف معه من سنة العراق. تعتقد إيران أن ما تحقق لها من مكاسب سياسية ولوجستية في العراق بعد عام 2003 أو في سوريا ولبنان هو نهاية المطاف، ما يجعلها ترسم ملامح امبراطوريتها الفارسية الجديدة. لنصدق جدلا حلم الامبراطورية الفارسية الذي تعتقد طهران بأنه يتحقق خصوصا في العراق، ولنناقشها بالعقل والمنطق التاريخي والسياسي والواقعي. فالامبراطوريات تقوم في عقاب حروب كبيرة وانتصارات هائلة ونفوذ عالمي واسع وقدرة على التحكم بالبلدان الخاضعة،
فأي انتصار حققته إيران على العراق؟ هل هو ذلك التحالف المشؤوم مع أمريكا الشيطان الأكبر في احتلاله بالعساكر الأمريكان واستلامه منهم؟ الكاتب يقول إنه في الوقت الذي تستمر إيران بمخططها لتوسيع النفوذ الإقليمي من خلال تغذية الحروب الطائفية ودعم الميليشيات والجماعات المتطرفة، فإن نظام ولاية الفقيه في طهران نسي أن الإمبراطوريات لا تصنعها التصريحات، مشيرا إلى أن إمبراطورية فارس المزعومة يصدق عليها القول ويليق بها القول الصيني المشهور نمور من ورق. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تقرير سري للأمم المتحدة يشير إلى وجود أدلة حول مساعدة كوريا الشمالية لنظام بشار الأسد في إنتاج أسلحة كيميائية من خلال تصدير مكوناتها. وأضاف التقرير أنه شهد فنياً صواريخ كوريان شماليان أيضاً في مرافق أسلحة كيميائية وصواريخ معروفة داخل سوريا. الصحيفة قالت إن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى أن كوريا الشمالية أرسلت إلى سوريا بطريقة غير مشروعة ألواحاً من البلاط مقاومة للمواد الحمضية وصمامات مقاومة للتآكل، موضحة أن تلك الألواح استخدمت لبناء منشآت تنتج فيها الأسلحة الكيماوية. وأضافت الصحيفة أن التقرير يسلط الضوء على الخطر المحتمل الذي تشكله أي تجارة من هذا القبيل بين كوريا الشمالية والنظام، مما قد يسمح للأخير بالحفاظ على أسلحته الكيميائية التي يستهدف بها المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته. وأكدت الصحيفة أن هناك ما لا يقل عن 40 شحنة لم يبلغ عنها سلمتها كوريا الشمالية إلى النظام السوري بين عامي 2012 و2017 تحمل أجزاء ومواد صاروخية محظورة يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء. وعلى الرغم من أن الخبراء الذين اطلعوا على التقرير قالوا إن الأدلة التي ذكرها لم تثبت بشكل قاطع أن هناك تعاوناً مستمراً بين كوريا الشمالية والنظام السوري بشأن الأسلحة الكيميائية، لكنهم أكدوا أنه قدم تفاصيل أكثر دقة حتى الآن عن الجهود المبذولة للتحايل على العقوبات التي تهدف إلى تقليص التقدم العسكري لكلا البلدين. الصحيفة لفتت إلى أن الكشف عن هذا التقرير يأتي بتزامن مع بدء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاً في هجمات وقعت في الأونة الأخيرة بالغوطة الشرقية المحاصرة الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، لتحديد ما إذا كانت ذخائر كيميائية محظورة قد تم استخدامها، فيما يقول زعماء سياسيون في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إنهم سيدعمون تحركاً عسكرياً ضد نظام الأسد إذا ظهر دليل على استخدامه للأسلحة الكيميائية. لم تنجح الولايات المتحدة في تقديم معالجة للمسألة السورية طوال 7 أعوام، وبقيت طوال هذه الفترة تتأرجح بين الفشل والأكثر فشلا، وتحولت إلى ساحة للمرافعات الدبلوماسية واستعراض القوى، الأمر الذي انعكس في صورة كبيرة على سمعتها ورصيدها ودورها الذي قامت من أجله بكل هذه القضايا والأمور التي حصلت هناك. يقول بشير البكر، يقول في صحيفة العربي الجديد إن المأساة السورية لم تنتهي بعد حتى نجري عملية تقييم شاملة للآثار التي تركها غياب مؤسسات الأمم المتحدة، إلا أن الحصيلة حتى الآن تكفي للحكم على مصداقية الأمم المتحدة على نحو سلبي. سبعة أعوام والأمم المتحدة في حالة تراجع دائم، كأنها قررت أن تتقدم نحو الوراء، وبدلاً من أن تولي القضية اهتماماً يرتقي إلى مستوى خطورتها، فإنها اكتفت بإدارة الأزمة وتصريفها. وقبل الخوض في أسباب هذه الوضعية المزرية التي قبلت أن تتعايش معها وتتقنها حتى الرمق الأخير،
يستدعي السياق سرد ملاحظتين مهمتين. الأولى أن الأمم المتحدة لم تكن في موقع المبادر طوال الأزمة السورية، وعلى الرغم من أنه صدر عنها قرارات وتوصيات كثيرة، إلا أنها لم تكن منطلقة من تقدير دقيق للموقف والبناء عليه من أجل إيجاد مخرج من الطريق الذي كان يضيق في كل يوم. الملاحظة الثانية أن الأمم المتحدة انتدبت شخصيات لا تتمتع بكفاءات قيادية قادرة على تحمل المسؤولية حتى النهاية، فالأمين العام السابق بان كي مون كان شخصية ضعيفة جداً وتصرف كأنه موظف لدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكانت غاية طموحه إرضاء هذه الدول مجتمعة. وقد انسحب هذا الوضع المائع على أسلوب التعامل مع القضية السورية، وأسهم في تحديد نوعية الرجال الذين تولوا مهمات ذات طابع مفصلي في فريق الأمين العام. الكاتب يرى أن الأمم المتحدة لو كانت جادة لأولت المسألة السورية اهتماما مختلفا شبيها بأزمات أخرى مثل رواندا مثلا، وفي هذه الحالة فاتها أن تدرس جديا إرسال قوات دولية لوقف قتل المدنيين. كما أن هناك ملاحظة أخيرة مهمة هي أن تهاون الأمم المتحدة في سوريا شجع روسيا على الاستهتار بها وتعطيل قراراتها في أماكن أخرى، ليس في أوكرانيا فحسب بل حتى في اليمن وليبيا. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ميانمار تزيد من الحقد الذي كان خلف حملة التطهير العرقي المعروفة ضد أقلية المسلمين الروهينجا، وتشير الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن جيش ميانمار أطلق موجة من العنف في شمال ولاية راخين في آب 2017، فقتل الروهينجا وحرق قراهم وأجبر 650,000 منهم على الهرب إلى بنغلاديش. وتقول الصحيفة إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن ميانمار تحاول تغطية جرائمها بتجريف القرى المحروقة إلى عالم النسيان. الصحيفة تكشف عن أن الصور تظهر بأنه تمت إزالة البنايات والزرع من أكثر من 55 قرية باستخدام جرافات كبيرة من 362 قرية استهدفها الجيش، مشيرة إلى أن الصور في 10 قرى أخرى تظهر مئات البنايات التي دمرت جزئيا حرقا وتم هدمها. وتلفت الصحيفة إلى أن الجرافات والحفارات تقوم بتنظيف مسرح الجريمة. وقد أظهر مراسلون لرويترز مؤخرا أنه في إحدى القرى تم ذبح 10 قرويين من الروهينجا، وتم دفن جثامينهم في قبر ضحل. وترى الصحيفة أن مسح هذه القرى عن وجه الأرض يعد شتيمة للتاريخ والذاكرة، ويشير إلى أن مرتكبي الجريمة يعتقدون بأنهم يتصرفون بحصانة من المساءلة، وهو استعراض مقلق للغطرسة. وتجد الصحيفة بأن التفسير الذي تقدمه الحكومة وهو أن الجرافات تعمل على إعادة بناء المنطقة فيه استخفاف بالعقول، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تاريخ النظام الطويل في اضطهاد شعب الروهينجا. والأكثر احتمالاً هو أن الجنرالات يسارعون في دفن الأدلة لئلا يمكن تقديمها في محكمة دولية تنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت. وتختتم واشنطن بوست افتتاحيتها بالقول أن نازحي روهينجا من بورما لا يعيشون بسلام، وتقوم أيضاً هي عن طريق الجرافات بتدمير ما تبقى من ملاذهم الحقيقي، ولا تزال هناك فرصة لإيقاف هذا التستر، ويجب أن تكون أونغ سان سو تشي هي من يوقفه، فلا أحد يريد أن تأخذ ولاية راخين مكانا في التاريخ لجانب مذابح غابة كاتين وبابي يار وسريبي رين نيتسا.
بعيدا كل البعد عن السياسة، أعلنت شركة مولسكين الإيطالية الرائدة في صناعة تكنولوجيا المستقبل عن قلم ذكي فريد من نوعه، يمكنه أن يحول الكتابات والرسوم العادية إلى إلكترونية في مختلف الهواتف والألواح الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وقال موقع الخليج أونلاين إن القلم الذكي سيأتي مع دفتر ملاحظات يحتوي على رموز تفاعلية تم حفظها في ذاكرة القلم بشكل مسبق، حيث يستطيع المستخدم بمجرد الإشارة إليها بالقلم أن يأمر بنقل الكتابة أو الرسم إلى الهاتف أو اللوح الذكي المقترن بالقلم. ويتميز القلم الذكي بالدقة العالية المتناهية في نقل الخطوط، فضلاً عن الدقة والاحترافية، والذي لن يختلف بطريقة كتابته عن القلم العادي. وأوضحت الشركة أن القلم سيرتبط بالأجهزة الذكية من خلال تطبيق يمكنه الاقتران بالهاتف بشكل مباشر من خلال شبكة الواي فاي، مع إمكانية حفظ جميع الرسومات وإرسالها مرة واحدة إلى الجهاز الذكي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.